معرض للهواء. يا الله تمنيت اني شفت اللقطه ذي. طلع قويه هاي يوم كلمت تقويتها يوم شيرا. كيف حرقان جعلك تلحق انت والله قوي كذا. تسلم سلمت الرجال خايف من ابراهيم ولا الدرع بس الزنجبيل حط الدرع شو يا اخواني لا تلوم الحاله النفسيه تستاهل ذلك. يمسك بها ما يحذب يمسك. شوف صالح اي شيء يسوي الحين معذور. طالع ابراهيم شوف شو يعني معذور. انا طالع ابراهيم ما ترميني مسكين زعل معذور. انت وين طالع ابراهيم؟ لا لا والله والله اني احتاج دلبج اي انت معنا انا ابو الحيود اي واحد طالع ابراهيم سوي لي براسك. نعم. ابو الحيود دي ما تخلص اسمع الاول الثانيه الثالثه الرابعه الله يكرمك يرحم والديك هذا الهم مليان والله يا ابو مساعد خلينا نسوي لي فلوسنا ما دامنا احنا الله يكرمك يرحم والديك سوي فلوسك بدون ما تودونا ها شاي ما خلص انضربك حبك ها انا ابو راسي حبيبي من هو؟ انا قدم ايش؟ لا يشغل ترى طالع ابراهيم ابغى واحد انت امون عليه والله نعم والله نعم الدم يشغل الدم جغر الدم جغر رميت الحصان اللي هو جغر خلاص ترى ما احس فرق الربح علينا حصانه حلو ولد الفارس يعرف رمح انا مسح ترى التمر اللي كليته كله مسحته هنا الله يرحم والديك ايه رميت السريع ما حس سريع ليش؟ انا لما اسوي لك كذا سريعي انا لما اسوي لك كذا ما اسوي الله يسعدك بس كتت الزنجبيل الاخير والله ظبطتها ما اسوي كذا اسوي كذا ما اقدر امسح طالب خلنا نغط طالب عشان عدا عدا لا تبخونا سريعي لا عندك حصان ما يجي شيء ما شاء الله عليه الله ياخذ مسرع العدل احس الشمراني راح ياخذها الاسبوع الجاي يا ولد سمعت علمتك هاي ضربه رصاص شوي شوي صار القاف الصدر عندي الدم ايش؟ ما عندي واحد قهوه الدم شغل الدم شغل انا بروح مع البوم خليني اربط روح اقوى ضربته بالفحم اجيب لكم كاسات ابو دلبج عمر رضي يا ولد يا ابن ثلاث ايام من شاهي ثلاث ايام ابو دلبج في الثلاث الايام الاخيره زي شاهي ما لما نفع نجيتت ما انت تقعد ها ربي يومين شلون زين الشاهي هناك انت وانت تشرح الحال القريه عني ذا تزاعد ذا الحين ما تزاعدها تعال تزهو ترى جاهز لا تروح ديره الشاهي نعم هبي ضيع ورسال الحلقه حاله يقول من ثلاث ايام ما جاني خبر ها الله شو وقع نص خلاك نص وين خمس سكتور وهو على قلب ولع نزحك روح فيها اللي ضرب على قلب ما كيف اضرب وانا بعيد بعدك هو لا لا يضحكون عليك والله يا احمد حلمي ففتت نظاراتك كلها والله هو انا يا شيخ والله غنها لي غن لي ثلاث ايام ما جاني خبر السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ طيب حالك يا حق الله عندكم سؤال ونبي منكم جواب وش وجبة الحوت؟ يا رجال انتوا خمسة شعار؟ اسلم واحد دبة شكل خمسة شعار ايش السؤال؟ ركز لا تعال يا ابن دروج معي وجبة الحوت انا جواب عارف يا ابن دروج يا بشوف حبة عين نص حبة من الحوت مساعدة حبة عين سلم 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 نص حبة من الحوت الحوت اللي في البحر اي الحوت اللي في البحر الاسماك الصغيرة الاسماك الصغيرة يا ابو زاوة وش وجبة الحوت؟ خطأ وش الجواب؟ البيض المسلوق صح يعجبك البيض المسلوق البيض المسلوق شطة ولا غنية للحوت المسلوق لا بالله ايه صالح عطك قبل عندك قبل يشتري الشاي يا سلام هذا هو
صب لي معك وش هذا فيك هواء صالح صالح بالله اخر فنجان يا ابوي بس لي فنجان عطني واحد يا كحلان عطني سم اشرب الشاهي يا بن دلبج اشرب الشاهي يا بن دلبج ليلى ليلى يساري صب هذا بن دلبج صب شاهي لابو مساوى يا مهري شاري ها ها صح صح خذ جلسه ومدخنه مدخنه عط 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 تمر بن دلوج القهوه مدخنه مدخن قالها يا ولد يعني لا مدخنينها بدخون والله انها لي نفس فيه من 30 عندك شاي انت ما جاني ما جاني يا حقه كيف القهوه يا مساوى دن دن ايش لونه؟ كيف الديت به الله يجمل حالك. لثلاث ايام ما جاني خبر وعلى قلب المورى لا اليوم اليوم بيجيك خبر ان شاء الله زين وعلى قلب المولى وعلى اليوم والله تشوف تشوف شيء ما شفته بعيونك يا 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 ابو مساوى كني يوم الناس والله تشوف بامر الله تشوف لك دقيقتين ما حصلت في التاريخ اليوم اليوم انت برايم لا انا اقول لك بتشوف دقيقتين ما حصلت في التاريخ يقول اقول لك انه تحصل دقيقتين ما حصلت في التاريخ زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي.